السلام عليكم. اليوم غنبداو الخطوه الثانيه ان شاء الله، الخطوه الثانيه في تعلم جوجل. انا اول حاجه كما كنا نثبتوا الخطوه الاولى كنكتبوا كلمه تعلمنا، كنكتبوا هنا كنكتبوا جابري سكول في جوجل، كنكليك على اونتري. من بعد كنكتب لي ندخل العنوان الاول جابري سكول لورين، كنكليك عليها وكتدخلني كما تعلمنا للسيت. هنا كنكتب نون يوتيليزاتور ديالي وكنكتب المود باس، ومن بعد كنكليك على اونتري. شي تعلمنا في المرحله الاولى. هنا كما قلنا كنهبط لهذا المكان هذا، كما اختارينا المات كلا يختار مثلا الماده اللي بغا، مثلا دخلت العربيه مثلا الفيزياء كذلك. مثلا في الطاقه كتلقى جميع المستويات محطوطين، وكنختار المستوى اللي بغيت. كنرجع كما قلنا الرياضيات، كنرجع للمات نفس المكان، نرجع للمات. كما بدينا في التروازيام، هنا غنمشي نرجع للتروازيام نشوف الدرس اللي درنا، نحاول نزيدو فيه شي حاجه. الدرس كنت ندخل للتروازيام هو هذا. كنا بدينا الدرس ديال هذا ديال الكالكوليتيرال اي دونك ريماركابل، كندخل ليه دابا. هنا دار لي 3 سيكسيون، 3 سيكسيون. هاد لي سيكسيون نقدر نسميهم مثلا بسيري، هنا غنسميهم كل استاذ يقدر يسميهم اللي بغا. مثلا نقدر اولا كبيره، هنا ندير ثانيه كبيره، ثالثه كبيره، ومن بعد كل في اول كبير كنفصل الدرس ديالي. مثلا هنا هاد لا سيكسيون بغيت هنا باش نغير هاد السيكسيون، الا وركت عليها ما كيخرج ليا والو. خصني ندير خصني نجي نكليكي على هادي، خصني نكليكي هنا اكتيفي المود ايديسيون. هنا كندخل ايديسيون، هادشي كله ما لقيتوش دابا، نمشي مباشره لا سيكسيون، كليكي على القلم هذا باش نسمي لا سيكسيون سميه اللي بغيت. كنرجع للكور ديالي اللي ديجا موجود، نكوبي هذا اولا كبيره ديفلوبي اكسبرسيون ليتيرا، كنكوبيها كوبي. من بعد كنرجع للموديل وكنكليك على القلم عاوتاني، ومن بعد كنكليك كولي هنا كولي، وكنكليك على اونتري. كليك في البيتس ديال الكلافي اونتري، هنا او تسجل عندي الاولى كبيره. هنا غنزيد شي حاجه في هذه الاولى كبيره، بغيت نزيد شي حاجه مثلا بغيت نزيد واحد لاباج اللي يقدر يقرا التلميذ، يقدر يقرا التلميذ. ومن بعد عند باش نزيد لاباج مثلا لاباج، كليكي على كنس باج هي عندي اجوتي. انا بغيت نسمي هاد لاباج هادي، باش نسميها كنجي هنا نصغر هاد الكتابه شويه، هنا نكوبي كلمه ديفينيسيون من هنا، كلمه ديفينيسيون نكوبي، نجي هنا ندير كولي. هادشي كله ما كنقيسوش. من بعد كنجي هنا الكونتوني، كنصغر هاد لاباج شويه، الكونتوني ديال لاباج هو هذا. كنجي هنا كنقول هاد الشي بغيت نكتب هنا هنا كتبت لا ديفينيسيون، بغيت ندير لها لا ميزون باج، بغيت ندير لها لا ميزون باج. كنختار مثلا لا ديفينيسيون، بغيت نكتبها بخط كبر من هذا، نكتبها بخط اكثر من هذا، نختارها. من بعد كنكلي نجي هنا نكتب هنا نختار هاهي. من بعد بغيت نسطر عليها كنكليك على هاد، غاتبان بهاد الطريقة هادي. و ديفلوبي بغيت نكبرها شوية، ممكن خط صغر من باش كتبنا ديفينيسيون، هنا خط موين. هنا غاتبان لا ديفينيسيون بهاد الطريقة للتلميذ. هنا سالينا هاد لا ديفينيسيون، كنهبط لك هادشي كلو كان منقيسوش كالعادة. كنجي هنا كنكسر نكليكي على اونجستخي، هنا لوكور غيبان التلميذ، بغيت نعرف واش غيبان التلميذ كنكليكي على هاد المكان هذا، كنكليكي على بخوندغ لوغور. هنا بخوندغ لوغور ديال ليتيديون، ليتيديون كيبان ليه بغون ان، كيبان لا ديفينيسيون، كليكي لا ديفينيسيون كتبين لا ديفينيسيون لي بغا. بغيت نرجع للمكان اللي كن فيه كنكليكي على المكان هذا اول حاجة،
ثم كنرجع هنا نكتب هنا نفس الطريقه غوتور امون امون نورمال. حنا كنرجع للمكان اللي كنت فيه. هنا بغيت نزيد شي حاجه، بغيت نزيد مثلا شي باج وحده اخرى، باج وحده اخرى كنكتب اكتيفي مود اديسيون، ونفس الطريقه كنجي هنا نكتب هنا اجوتي ونقلب على قلب عليكم من سباج، نكليكي على اجوتي ثم نسميو هاد لاباج هادي بروبريتي. نصغر ليكرون شويه وكنجي نقول اش غندير لاباج، ندير ليها بيتي دو بروبريتي، بيتي دو بروبريتي كنكوبي بيتي دو هنا ندير هنا كولي كبرو لاباج ندير لاباج سميتها بيتي دو بروبريتي. هادشي كله ما نقيسوش، كنجي للكونتوني والكامل. هنا بغيت البروبريتي ديالي نكتبها في الكونتوني بلاص ما نكتب كيما دير في الديفينيسيون، ندير كوبي ندير اختار بعدا داكشي ما نكتب كل نختار كلشي في الوقت اللي بغيت. في الكلافيي نكليكي على كونترول سي، كونترول سي، ونجي هنا ندير هنا كولي كوبي ندير هنا كولي. هنا كيبان لي كتبها جات في اليسار، شغا ندير نكسليكسيونها كلها ونكليكي على هادي. كتر واحد ما مشاش غندير كليكي على هادي الاولانية ثم كليكي على هادي، هي جات الكتبة ديالي كما بغيت. حنا كتبنا بروبريتي، كنجي هنا كتب انغيستخي اي روفوني، هنا لا بروبريتي اي انغيستخي. هنا سالينا هاد البارتي هادي، الخطوة التانية على لابخوشين ان شاء الله.